معكم مشاهدين معكم مع لاليس بديعه. نقدم لكم اليوم واحد الخبزه معمره، دونك غادي نعجنها بعدا قدامكم وتشوفوها. غادي نبدا لكم بالطحين. الطحين غلط، بغا يجيب لي الطحين الرقيق، جاب لي الغليظ، السميده الرقيقه الغليظه، بغا يجيب لي السميده الرقيقه، جاب لي الغليظه. مي معليش ماشي مشكله، انا ندير بها، دونك كنعرف راسي كيفاش كنصغب كرا ندير بها ماشي مشكل. ومع فرينه، زلافه ونص تاع الطحين الغليظ، وكان عندي الجبن لومان الرقيق هو جاب الغليظ، معليش غلطت. ندير الخميره معجونه، هي هذيك اليابسه الخميره. ندير الملحه، الماء، ما سخون، الغربال باش كنغربلو الطحين. بسم الله توكلنا على الله. لحقاش كانت عندي لكن هاد العجينه ولكن طاح ليا اونبان، دابا هادي هي الثالثه وهي كطيح اونبان، دونك غندير بهادي. بسم الله توكلنا على الله. غندير معلقه كبيره ملحه هكايا، وغادي ندير هاد الطبق خميرة حيت هي يابسة. بسم الله بسم الله. غادي نخلط العجينة الخبزة كيما كتشوفو، نخلطها. كنت غندير جوج ولكن غندير غير وحدة لحقاش عندي لما ندير جوج انا ما غاديش ياكلوهم ليا. دابا انا كنخلطها، خصها دليك. هادي راه السميده الغليظه، طلعت جاب ليا السميده الغليظه. مشكل باش معتها وكندلك فيها العجينه، وخي غادي ندير لها الخميره. ومعليش غندير لها واحد السكره معاها، انت بغا تشوف كيفاش غتجي. كنتمنى تعجبكم. دابا نصين خميرة، كدير على حساب خميرة معلقة كبيرة، معلقة كبيرة حتى مدتش بزاف الطحين، داكشي لي غادي نقوي فيه الخميرة، حيت خاصها تخمر على خاطرها. هادي على خاطرها غنديرها في الفران وغنديرها ترتاح، بعدا تخمر شوية تطلع في القصعة. اليوم حنا درنا القصعة لحقاش كنت كنعجن في ماشينه اونبان، دونك معليش نعجنو في القصعة. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، من هادشي غادي نبين لكم حوايج اخرين زوينين ان شاء الله. حيت عاد بديت اليوم عاد بسم الله، مازال غادي نهضرهم، سولوني نسولكم. كرمي الماء كندلك ورمي الماء، على حقاش فيها السميدة الغليظة خاصها باش تشرب مزيان، رغم الماء هي خاصها تكون هاديك رقيقة. ولكن أنا مدرتش عارفة نصبر، هو شرا ليا الخنشة ومشيت نعجن حليتها، لقيتها ماشي داك راه اللي تسموه السميدة الغليظة، إيوا كنت ماشي مشكل.
ندير بهادي دابا نقلتها ندير الدلومة دابا نتوكل على الله معليش هادي حيت خطيت عليه تبغي شوية الجرة الجرة بغي نوريلكم كيفاش غادي نعمرها حيت كتكون خبزة معمرة السميده الغليظه مع فرينه دابا حيت هي غليظه السميده الغليظه دونك شربتها الماء بزاف درت لها الماء باش تشرب ونخليها ترتاح طلع شويه عاد نديها ونجيبها باش نديرها عمره دابا تشوفوا معايا شنو غندير فيها المشاهدين نخليها شويه تخمر شويه هذا باش نعمره غادي قطعت بصله وغادي نشحرها طيب شويه ديرها هنا كيما كتشوفوا نتوما كتشوفوا ديرها هنا هادي كديرها حتى الاخر ونص مطيشه كنديرها معاه لحقاش نعمر الخبزه والخبزه ما كنعمروهاش بزاف مطيشه حيت كتطلق الماء كندير فيها عطريه البصله وكندير فيها هادي فلفله حمراء وفلفله خضراء وكندير فيها الزيت البلديه زيت الزيتون وكندير فيها بزار الاسود كلا كيقول البزار بحال تحميره كيقولها الشاويه خرطوم سكنجبير السودانيه باش كنديروا السودانيه ديال الفم كتكون شي فلفله الحاره حتى كنديرها فلفله خضراء حيت شوفوا الملح فوالا نقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله نقولوا الابزار شويه معلقه معلقه بحال الفلفله هادي في الحاره اللي كيبغي الحار يدير الحار الحاره الشاونيه خرطوم لا سكنجبير يا ربي سكنجبير هذا هو الخرطوم الخرطوم كنديرو غير شويه كنديرو حتى شويه زعفران هاكا كتشي بقي كنديرها في المقلب كنشحرها هي الاولى كنشحرها حتى كتهبط وعاد كندير الفلفله الفلفله كنديرها مانطه مع نص مطيشه غادي مغسوله محطوطه غادي نقيها ونقطعها معاها وندير معاها حتى كتشحر هادي شويه في المقله مع هاد الزيت البلديه مع هاد العطريه مع هاد شويه شويه الملح غير شويه فوالا ديروا هكايا وغادي نديرها دابا تشحر مشاهدين وما غادي نكمل وغادي ندير الخبزه غادي نوريكم كل شيء شنو كندير فيها وشنو ما كنديرش فيها شويه زعفران غير شويه شويه باش كتجي زوينه ونغطيها ونخليها كتشحر على خاطرها اللي بغى يدير فيها قزبر يدير المعدنوس انا ما كنديرش فيها قزبر المعدنوس لحقاش الى هادي حتى راجلي ما عندوش معاه دابا كندير هاد الخبزه على حقاش اليوم صايم من الاجر الله يثبت ليهم ثمن ولادي بناتي بجوج وراجلي غير ولادي الصغار اللي ما صايمينش ونطلبوا الله هما ونقيوها نحيدو من هذاك الماء باش كتجي ناشفه وغير نص نص بركه نص كافي كما كتشوفوا أو مطيشة أو فلفلة أو تجي زوينة عاوتاني الخبزة نتوما تشوفو كيفاش على اللولة نديرها وحدة فوق وحدة ونخليها تخمر على خاطرها في الفران ترتاح وتخمر اليوم الجرة تقريبا والزيت هذا زيت المعدة هادي غادي ندوبها شوية في الميكرون هادي كنديروها في المخمر أو
ولا في الملوي ولا المهم في شي حاجه هكا ولا في كاطو ولا شي حاجه كتجي زوينه كتجي زوينه هاد الزبده هادي كرخيزي دا كتجي زوينه اخرى كتطلق شويه الماء هذيك تاع ماركي فيها مواد 25 دقيقه المخمره اللي قلت لكم كندير بسم الله دابا غادي تشوفوني غادي نديها ونشدها غادي نخليها صافي غادي نوجدوها ان شاء الله نخليوها عاوتاني تخمر صحيح هاكا هي حيت مبغيتش ندير ليها طحين حيت خصنا نديرو لها الطحين لا كانت خبزة كتعجنيها وديريها هذيك راه وتكرصيها وتخبزيها هكاك هادي لا هادي كديريها في البلاطو مع الزبدة دونك متحتاجش باش غادي نحطها هادي هنا وهادي غادي نصغبها صغبها غير بشوية نزرب خصني هداك الشيء بشوية باش المتبعين يفهمو معايا ها هكا الزبده شوفو كيفاش كتجي زوينه بزاف والله ديرها ولا ما غاديش ندمو عليها هكايا بحال الملويه هي كتجي شويه غليظه ولكن كتجي طايبه ومقرمله ماشي زعما كتجي كتجي معجنه من داخل ولا شي حاجه لا مش معجنة هي راه فيها السميدة السميدة الغليظة راه فيها لحقاش هادو مضينا كنتمناو تعجبكم ها في السميدة الغليظة هي خصها تجي بالرقيقة غير نبغيت نديرها اليوم لا ما شت السميدة شت انا خنشة تما كيسحب لي راها هاديك الرقيقة ساعة غلط وجاب لي تاع تاع سميدة لها هكا بحال الملويه غادي نخليها تطلق هنايا ونجيب هادي ديرها هكا نشوفو معايا تطلق تطلق هذا نعمرو ديرها في البلاطو نعمروها نخليوها تخمر شويه وغادي تخبز بحال هكا نديروها بالزبدة غادي نبيها والزيت كنتمناو تعجبكم نختارها معاكم مشاهدين كتخليها تطلق راه داغي كتلوى كتكون طالقة مزيان كلشي زربيش عليها إلا لا زربتي عليها وبقيتي ديريها باهي الزبدة تقدر تمنع ولا لا ما غادي تجي هي هاديك إيه مساعدة
بحال شي ملويه ونجيب وقتها ونحطها هنا وغادي نغطيوها شويه الزبده باش ما تلصقش من خمره اللي درت باش ما تلصقش هنايا في البلاطو لاقاش ما كيديروهاش الطحين كيديروا لها الزبده كي كيدير لها الزيت مي هنا كندير لها الزبده باش ما كتلصقش ديت البلاطو كيبقى نقي واخا كت ما كتلصق فيه ما والو ولا درت الطحين كيلصق الطحين وانتم كيما كتشوفوا ندير هاد المخمرة اللي قلت لكم وحده فوق وحده هانتوما كنغرسها كنكرس مزيان خاصك كنغطيها انا وكنخليها حتى تطلق مزيان عاد كنقطم الرصيح نوصلو غاديش تكرس هاد شي قاصحة ولا شي دايرة خاصها باش تجي ديالك بس في الدار نديرو شي حاجة طعمو مزيان ديجا هي ملويه في الزبده وداكشي تجي زوينه كتعمر وكتخليها تخمر عاد كتخبز كتخبز كتجي زوينه هادي مع اتاي اللي كيبغي اتاي حنا المغاربه معروفين باتاي ولكن انا المشكل ديالي كنشرب القهوه كنشرب القهوه حتى اتاي كنشربو ولكن قهوة خصني الصباح ما شربتش القهوة ما شربت والو خصها تعمر مزيان حبيباتي وتخليوها تخمر وتذوقوها وتشوفوها كتجي كتجي زوينة مازال نعاود لكم نهضرو نقولكم منين انا في المغرب منين في فرنسا اللي كيشوفني راه كيعرفني بدي على معروفه عندهم لو باغ انا عندهم عزيزه وراه كما كتشوفوا انا عمرتها عمرتها وهادي غنقرصها ونديرها من فوقها نديرها من فوقها نحطها في الفران وخليها تتخمر على خاطرها غنتخمر نتوما تشوفو شنو غندير ليها باش تكون كت مع التخمير غندير لها واحد البيضة صفرا من فوق باش كتجي مقلبة كتجي دايرة كاين كيدير لها الزبدة ولكن أنا كتعجبني ندير ليها بيضة هاكا يا خوتي خاصكم تسدوها باش داكشي اللي فيها ميخرجش باش ميخرجش تبارك الله علينا المغاربة معروفين بهاد الشي طياب خمر كتجي مفشوشة باش متجيش مبقاش تا تورك وتورك حتى يخرج تخرج هذيك التعميره صافي دابا غادي نحطها في الفران ندير لها واحد البيضه من فوق سلتها وغنديرها من فوق ندير البيضه دابا الصفر صفرة هانتوما بيضه نديروها كامله نديروها لها وجهها باش كتجي محمره كتجي زوينه كل واحد شنو كيدير كيدير لها الزبده فوق انا الزبده كنديرها صافي ما كنديرها معاها هكاك صافي كنخلطها اللويه بحال هي قول مخمره هي كتجي في الفران هادي حسن عاد واحد ديرها فران ندير غير وحده ديرها في الفران كتخبز كتجي زوينه
بغا يديرها صغيره اللي بغا يديرها كبيره. انا عيت من صغر وكبرتها كنقول غنديرها صغيره غنديرها صغيره وفي الان ما جات كبيره. معليش مشكل كنت باغي ندير واحده اخرى كنت غندير جوج واحده بالكفته كنت بزاف. واه شكون غادي ياكل نبغي واحدة اليوم ونهار اخر نقدم واحدة اخرى عاوتاني بالكفتة. غير شوية باش ما يخرجش من هذاك الشيء. فوالا الصورة تخلص ونشوفو لله تعجبكم. فوالا اللي عجبتكم هيا طابت هيا تحمرت هيا مخمرة معمرة اللي وريتكم قبيلة. نتمنى تكون عجبتكم ورا زوينه بزاف وخاصكم تسيوها وتشوفوا زوينه زوينه زوينه. الا عجبتكم كتبوا لي في الكومونتير وردوا عليا باش ندير لكم شي وحده اخرى. ديروا ابوني وفوكاش ما خرج شي فيديو يوصل ليكم.